أعلنت رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم يوهانسن أيد أنه جرى تقدم للحصول على الاعتراف الدولي من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي. جاء ذلك خلال لقائها مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، حيث استعرضت نشاط عمل الهيئة وزيادة أعداد ومؤسسات التعليم قبل الجامعية المتقدمة للحصول على الاعتماد من الهيئة، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال الشراكات والعلاقات الخارجية التي تضمنت اتفاقيات مع منظمات الاعتماد الأمريكية والبريطانية والأوروبية.